تفجر إيران مفاجأة وتسقط طائرة أمريكية مسيرة فوق مضيق هرمز. ترد أمريكا بمفاجأة أكبر، وهذه المرة بسلسلة تغريدات لترامب أخذت شكلا دراماتيكيا، بداية من أن إيران ارتكبت خطأ جسيما، ثم التلويح بشن ضربات ضد أهداف إيرانية، وصولا لإعلان إيقاف الهجوم بعد أن أبلغه أحد الضباط أن 150 شخصا إيرانيا سيلقون حتفهم، وليس انتهاء بقوله لوسائل إعلام أمريكية أنه يرغب بالتفاوض مع إيران دون أي شروط. الموت لأمريكا وإيران محور الشر، هي الشعارات والشكل الذي يفضل كلا الطرفين الاحتفاظ به على ما يبدو، سيما أن الساعات الماضية أكدت عدم جدية أمريكا بتوجيه ضربة لإيران ولو من باب حفظ ماء الوجه، وتحويل المشهد إلى حرب تصريحات متبادلة حول اختراق الطائرة للمجال الجوي الإيراني أو إسقاطها ضمن المجال الدولي، فيما ذهب كثيرون لتأكيد ذاك الحديث عن مصلحة الوجود الإيراني لواشنطن، خصوصا أن إيران بشكلها الحالي تشكل فزاعة للمنطقة ومصدرا اقتصاديا هاما لدعم صفقات التسليح، في حين يدعم ما سبق التغاضي الأمريكي عن نفوذ إيران وسيطرتها الكاملة على العراق، وحتى السماح لها بإدخال حرسها الثوري وميليشياتها لدعم ما يسمى بنظام الأسد في سوريا. ربما وعلى هذا المبدأ تواصل الإدارة الأمريكية سياستها، فتأتي تغريدة جديدة لترامب لتبقي الملف الإيراني ومنطقة الخليج ساخنا، فيقول: كنا على وشك ضرب 3 مواقع إيرانية ونحن لسنا على عجلة من أمرنا. هذه التصريحات أعادت الحديث عن حجم الترسانة العسكرية التي دفعت بها واشنطن للمنطقة خلال الأسابيع الأخيرة، بما فيها حاملة طائرات وقاذفات B-52 الاستراتيجية، وصولاً لنشر 1000 جندي أمريكي وكتيبة صواريخ باتريوت، بالإضافة لمزيد من طائرات الاستطلاع، ما قد يشير إلى أن المنطقة مقبلة على مزيد من التطورات وربما خارج نطاق التغريدات.